السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا سنة تانية؟ عاملين ايه؟ معاكم زميلتكم مريم رضا في الفرقة الرابعة، وان شاء الله النهاردة موضوعنا بسيط جدا وجميل جدا 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 جدا، وهو طبعا تكملة لشرح الدكتور احمد خالد اللي شرح لكم طبعا اول 3 محاضرات، وانا هكمل المحاضرة الرابعة. وكده يبقى احنا خلصنا ان شاء الله الامينو اسيدز، وهندخل على موضوع تاني باذن الله. طيب بداية كده انا عايزة اقول لكم كلمتين مهمين جدا دلوقتي. طبعا هيتلاقوا عندكم في الديسكريبشن في لينك، اللينك دوت عندي للفيدباك وكمان عندي للاسئله. طبعا انتوا عندكم الكومنتس بتاعت اليوتيوب ممكن تسالوا عليها، عندكم الفورم ديت لو حد مش حابب الكومنتس بتاعت اليوتيوب ممكن يسال عليها برده، وبرده في الكومنتس بتاعت الفيسبوك اللي على البلاي ليست، وان شاء الله هنبقى معاكم واللي انتوا عايزينه تحت امركم باذن الله، وهيتم الرد على كل الاسئله اللي انتوا عايزينها. بس كنت عايزه انبه كده عن نقطه مهمه جدا. كان في مقولة بتقول ان العلم بيضيع ما بين 2، ما بين الحياء والتكبر. يعني لو الانسان تكبر ان هو يسأل العلم هيضيع عنده. يعني ايه هيضيع عنده؟ يعني مش هيبقى عنده معلومة كاملة، يبقى مش فاهم كويس حاجات كتير يعني. وبرضو ما بين برضو الحياء ان انا اتكسف ان انا اسأل. تمام؟ فنتشجع ونسأل، وان شاء الله تحت امركم في اللي انتوا عايزينه كله باذن الله هنبقى معاكم. بداية كده ان شاء الله نقول دعاء المذاكرة ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اني اسألك في من النبيين وحفظ المرسلين والملائكة المقربين. اللهم اجعل ألسنتنا عمرت بذكرك وقلوبنا بخشيتك واسرارنا بطاعتك، وحسبي الله ونعم الوكيل. انا النهاردة ان شاء الله هكمل الـ individual amino acids metabolism. هتكلم على مين؟ هتكلم على حاجة اسمها الـ aromatic amino acid. يبقى انا النهاردة هتكلم على الـ aromatic amino acid. ايه هي الاروماتيك امينو اسيد؟ ان هي عباره عن امينو اسيد، حلو، هنا كده امينو اسيد مع رينج، خلاص يبقى دوت عندي حاجه اسمها اروماتيك امينو اسيد. الرينج ده سواء كان بنزين او غيره، يبقى دوت عندي اسمه ايه؟ الرينج زائد امينو اسيد دوت اسمه اروماتيك امينو اسيد. حلو حلو. طيب بدايه كده ايه هما اللي انا هتكلم عنهم النهارده؟ النهارده هتكلم على 4. هتكلم على الفينايل الانين وتيروزين، وهنعرف ليها جمعنا الاثنين دول مع بعض. هتكلم عن التريبتوفان، هتكلم عن الهيستيدين، هتكلم على البرولين، وكمان عندي هيدروكسي برولين. حلو. طب انت يا دكتوره لو سمحتي هتتكلمي من ناحيه ايه؟ اول حاجه هتكلم عن الديفينيشن، ايه هما دول اصلا؟ 1، 2، ايه هي الوظيفه بتاعتهم، وايه هي اهميه اللي انا هحصل عليه لما انا اعمل لهم ميتابوليست؟ اهميه المكونات اللي انا هحصل عليها ديت ايه الاهميه بتاعتها عندي؟ لو حصل عندي مشكله في اي ستيب من الستيبس اللي انا عشان ايه اللي انا ماشي عليها في اي معادله، تمام، ايه اللي هيحصل عندي؟ هيحصل عندي حاجه اسمها امبورن ايرورز، يعني يحصل عندي ديزيز. حلو. يبقى انا هتكلم على الفينايل الانين تيروزين، تريبتوفان، هيستيدين، برولين، وهيدروكسي برولين. بداية كده هبدأ بالفينايل الانين والتيروزين. بداية خدته مع دكتور احمد، هو كان بيقول لكم يعني ايه الفرق ما بين الاسينشال والنون اسينشال. برضو نراجع عليها ونقول ان انا عندي الاسينشال ده معناها ايه؟ ان انا محتاجه مصدر خارجي يمد جسمي بيها. ليه؟ عشان انا جسمي مش هيصنعها. نون اسينشال ده معناها ان انا جسمي هيصنع الامينو اسيد ده. فانا عندي الفينايل الانين هتبقى عندي مالها؟ عندي اسينشال، يعني محتاجه مصدر خارجي باخدها عندي في الدايت بتاعي. اما التيروزين نون اسينشال. تمام؟ حلو. يبقى اول نقطه قلتها ان اسينشال ونون اسينشال. تاني نقطه بيقول لي ان انا عندي الفيرست ستيب في الميتابوليزم بتاع الفينايل الانين. ايه هي؟ ان انا عندي انزيم اسمه فينايل الانين هيدروكسيليز. يبقى انا عندي فينايل الانين هجيب له انزيم اسمه فينايل الانين هيدروكسيليز، هيعمل لي ايه؟ هيكون لي عندي تيروزين. علشان كده انا جمعت ما بين الفينايل الانين والتيروزين، علشان انا بحصل على التيروزين. التيروزين عندي نون اسينشال علشان انا بكونه اصلا من الفينايل الانين اللي انا واخداه في الدايت بتاعي. حلو. تاني حاجه بيقول لي ان انا عندي فينايل الانين بيديني حاجتين، بروتينز وتيروزين. خلاص عادي جدا مفيش مشكله. يبقى اسينشال فينايل الانين، نون اسينشال تيروزين. فينايل الانين فيرست ستيب بتاعه الميتابوليزم بتاعها ان هو بيديني تيروزين، واخر حاجه بيقول لي ان انا عندي بروتينز وتيروزين. تمام. طيب بيقول لي لو انا جيت سالت سؤال حصل ديفيشنسي للفينايل الانين هيدروكسيليز انزيم اللي بيحول الفينايل الانين للاي تيروزين، ده معناها ان انا عندي الفينايل الانين اللي عندي مش هعرف استفيد منه واخد منه تيروزين اللي انا عايزاه. ده معناه برضو ان انا عندي تيروزين اتحول من نون اسينشال لاسينشال. يبقى انا عندي تحول من نون اسينشال لاسينشال، معناها ايه؟ يعني انا معناها ان انا محتاجه اخده في الدايت بتاعي علشان الجسم بتاعي مش هيكونه لي. طيب
اخر حاجه طبعا خدته برضو نقطه الجلوكوجينيك والكيتوجينيك، ان هم عندي الاخر بقى بتاع التكسير بتاع الفينيلالانين والتيروزين مش عارفه ايه المركبات اللي هتديني، هل هي جلوكوجينيك ولا كيتوجينيك؟ فهو بيقول لي ان هم الاثنين بيدوا جلوكوجينيك وكيتوجينيك. عندي الجلوكوجينيك اللي هو فورماتيد فيوميريت، وعندي الكيتوجينيك اللي هو عندي اسيتو اسيتيت. يبقى انا عندي في نقطه الديفينيشن اتكلمت في ثلاث نقط، اول حاجه اسينشال نون اسينشال، اسينشال ديت فينيلالانين وتيروزين نون اسينشال. ثاني حاجه قال لي ان انا باخد بحصل على التيروزين ازاي؟ عن طريق حاجه اسمها فينيلالانين هيدروكسيليز. اخر حاجه بيتكلم عنها قال لي ايه؟ قال لي ان هي عندنا ان هما الاثنين عباره عن جلوكوجينيك وكيتوجينيك. طب بيقول لي ايه هي الفانكشنز واهميه الديريفاتيفز بتاعتها؟ حلو حلو. بيقول لي اول حاجه ان هو بيديني ممكن يديني حاجه اسمها النور ابنفرين والابنفرين اللي هي الكاتيكولامينز بتاعتي اللي احنا واخدينها قبل كده برضو. النور ابنفرين والابنفرين اللي هو عباره عن ادرينالين والنور ادرينالين بتاعتي، دول عباره عن ايه؟ عباره عن نيورو ترانسميترز. فهو هيقول لي ان هو عباره عن ايه؟ ان هم دول عباره عن نيورو ترانسميترز، هي عباره عن كيميكال نيورو ترانسميترز موجوده عندي فين؟ اكيد عندي في سنترال والبريفيرال نيرفس سيستم بتاعتي. تمام، يبقى هو بيقول لي ان هو عباره عن كيميكال نيورو ترانسميترز موجوده عندي فين؟ في السنترال والبريفيرال نيرفس سيستم. ديت اول نقطه. النقطه الثانيه يا فندم بيقول لي برضو ان انا لو عملت لها كاتابوليزم، ان هي لما بيحصل لها كاتابوليزم بتديني مركب اسمه حاجه اسمها فينايل مانديليك اسيد، يبقى انا بتديني حاجه اسمها فينايل مانديليك اسيد، الاختبار الاختصار بتاعها فيما. تمام، يبقى انا بتديني فينايل مانديليك اسيد اللي هي بتخرج عندي فين؟ بتخرج عندي في اليورين. انت عماله تقولي فينايل مانديليك اسيد فينايل مانديليك اسيد وبتخرج عندي في اليورين، انت عايز تاكدي على ايه؟ عايزه اقول ان انا لو لا قدر الله حد عنده تيومر اسمه فيوكروموسايتوما، في كروموسايتوما ده يؤدي ان هو الخلايا السرطانيه دي بتدي ان بتخلي الايه بيحصل افراز كتير جدا 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 للنور ابنفرين والابنفرين، اللي لما بيحصل لهم كاتابوليزم هيديني فينايل مانديليك اسيد، مش هنقعد نغنيها، اللي هي بتخرج عندي في اليورين. ايوه انت عايزه تقولي ايه؟ يعني انا عندي لو انا لقيت في اليورين فينايل مانديليك اسيد اكتر من النورمال بكتير، هل ده ده يديني انديكيشن لحاجه معينه؟ ايوه يا فندم، يديك انديكيشن لحاجه مهمه جدا، الا وهي ممكن الشخص اللي قدامي يكون عنده فيوكروموسايتوما. دكتورة اكدت على النقطه دي. تمام، يبقى انا عندي اول حاجه بيديني نور ابنفرين وابنفرين، حلو، اسمهم ايه؟ كاتيكولامينز. قال لي دول شغالين ايه؟ كيميكال نيورو ترانسميترز موجودين عندي في النيرفس سيستم بتاعي سواء كان سنترال او بريفيرال. حلو حلو جدا. قال لي ان هي هيحصل لهم كاتابوليزم بيدوني ايه؟ بيدوني حاجه اسمها فينايل مانديليك اسيد. الفينايل مانديليك اسيد ده بيروح فين؟ بيخرج عندي يا سيدي في اليورين. ده ممكن ايه اللي يحصل لما يحصل ايه؟ لو حصل عندي مشكله الا وهي تكون عندي تيومر اسمه فيوكروموسايتوما، هيزيد عندي الابنفرين والنور ابنفرين، وبالتالي هيزيد عندي الفينايل مانديليك اسيد في اليورين اللي خارج عندي، فبالتالي هيديني ايه؟ هعرف انا التشخيص للمرض ده. يبقى التيومر اسمه ايه؟ فيوكروموسايتوما، اهو يا شباب. تمام، فيوكروموسايتوما دي اول نقطه في الفانكشن بتاعتي. تاني نقطة عندي في الفانكشن بتاعتي اسمها ايه؟ بيقول لي يا فندم ان هو بيديني الثايرويد هرمونز. ايه هما الثايرويد هرمونز اللي احنا واخدينها اللي هي T3 و T4؟ ماشي، بيقول لي ان انا عندي في الثايرويد جلاند بتاعتي اللي بيحصل، بيقول لي ان انا عندي التيروزين بيحصل له ايودينيتد. يعني ايه ايودينيتد؟ يعني في ايودين هناك في الثايرويد بيمسك عندي في التيروزين فبيحصل له ايودينيتد. لو هو خد واحده بس ايودين واحده هيديني عندي مونو ايودو تيروزين. تمام، لو هو خد اتنين يبقى هيديني داي ايودو تيروزين. خلص الموضوع على كده، تمام، ما فيهاش اي مشكله. يبقى انا عندي تيروزين والايودين موجودين عندي في الثايرويد جلاند، قامت ايه تيروزين راحت خدت لها واحده حصل لها ايودينيت، خدت لها واحده ايودين ادتني مونو، خدت لها اتنين ايودين ادتني ايه داي. فبيقول لي بعد كده بيحصل عندي كابلينج ليهم. يعني ايه؟ يعني انا عندي التي 3 دوت اللي هو عباره عن تراي دوت اتكون نتيجه لايه؟ ان انا جبت مونو وجمعتها مع الداي ادتني تراي، يبقى ادتني التي 3 بتاعتي. خلاص سهله جدا، ما فيهاش اي مشكله. طب وبالنسبه بقى حضرتك للتي 4؟ التي 4 والله يا فندم اهي اللي حصل، ان انا جبت واحده داي
تمام مع داي اداني تترا اللي هي عندي ايه 4. خلص الموضوع على كده. قال لي ان الكلام ده كله بيحصل في حاجه اسمها ايه ثايروجلوبيلين. قال لي ان الثايروجلوبيلين دوت بعدين ايه اللي بيحصل لها؟ بيحصل لها عندي حضرتك هيدروليسيس، بتفتح عندي علشان يبدا يحصل ريليز عندي للتي 3 وتي 4، وطبعا دوت عن طريق هرمونات تانية جايه عندي من البيتيوتري وجايه عندي من الهايبوثالاموس، والكلام ده كله اللي احنا ايه هناخدها بعد كده في الايه في الاندوكراين مديول، تمام. بس احنا هنركز على النقطه بتاعتي المهمه دلوقتي ان هو بيديني ايه الثايرويد هرمونز اللي هي التي 3 والتي 4. قال لي ان انا عندي تيروزين هناك باشا في قلب الثايرويد جلاند، لقيت هناك ايودين قال لي كاستيما صاحب عليها، واحده من التيروزين خدت واحده بس ادتني مونو، قامت ايه واحده تانية قالت لي انا هاخد اتنين طماع ادتني داي، تمام. قال لي لما حصل لهم كابلنج، يعني ايه حصل لهم كابلنج يا فندم؟ المونو مشيت مع الداي ادتني تراي اللي هو تي 3، اما عندي الداي مشيت مع صاحبتها الداي ادتني ايه تترا اللي هي تي 4. قال لي دول كلهم حصلوا فين؟ موجودين في حاجه اسمها ثايروجلوبيلين، فين؟ في عندي الثايرويد جلاند بتاعتي. قال لي ثايروجلوبيلين ديت حصل لها هيدروليسيس، فتحت ادتني مين التي 3 والتي 4 عن طريق طبعا هرمونز والكلام ده كله تاخدوها عندي في الاندوكراين. يبقى اول نقطه عندي الكاتيكولامينز نور البريفيرن والابنفرين، ثاني واحده عندي تي 3 وتي 4 ماشي. طيب تالت واحده عندي يا فندم بيقول لي حاجه اسمها الميلانين. والله يا فندم احنا واخدين من زمان ان الميلانين ديت هي عباره عن ايه الصبغه بتاعتي اللي بتدي عندي اللون بتاع الجسم، تمام. طيب هو بيقول يعني هو بيقول لي ان هي بتتحول بتكون عندي الميلانين في الميلانوسايتس اللي هي الخلايا بتاعت الايه الميلانين. فبيقول لي ان هي عباره عن ايه، ان هي الميلانين دي عباره عن دارك براون بيجمنت، يبقى هي عباره عن صبغه دارك براون بيجمنت. موجوده عندي فين؟ موجوده عندي في السكن، موجوده عندي في الهير، موجوده عندي في الايرز. ديت يعني هو بيوضح لك ان الميلانين دوت هو اللي بيدي صبغه الجلد وبيدي صبغه الشعر وبيدي صبغه الايرز بتاعت الايه بتاعت الاي، تمام. طيب فبيقول لي ايه، فبيقول لي ان انا عندي الكي انزيم بتاع الميلانين هو مين؟ انزيم اسمه تايروزينيز، اللي هو بيقول لي طبعا which is different from the other tyrosinase بتاعت الادرينالين pathway. يبقى هو بيقول لي ان انت عندك اتنين هرمون اسمه تايروزينيز، واحد عندي خاص بالميلانين بس ملوش دعوه بحد تاني، والتاني عندي خاص بالادرينالين اللي هي الكاتيكولامينز في اول نقطه ملوش دعوه بحد تاني. حلو. تشابه اسماء، تشابه اسماء بس ملوش منهم، يعني مش هقول ان التايروزينيز بيعمل لي كذا وكذا، لا في تايروزينيز خاص بده وفي تايروزينيز خاص بده، ماشي. طيب قال لي ان انا عندي التايروزينيز الخاص بقى بالميلانين ليه علاقه بالايه بالكبر ديبندنت انزيم. يبقى انا عندي معتمد على مين؟ الكبر ديبندنت انزيم. يبقى نركز كده، يبقى انا عندي بيقول لي ان انا دلوقتي الميلانين هي عباره عن البيجمنت اللي هي الدارك براون بيجمنت، موجوده فين؟ في السكين والهير والايرز. الكي انزيم بتاعها التايروزينيز مختلف عن الادرينال باسوي. طب انت اختلف في ايه؟ قال لي يا فندم ان انا عندي تايروزينيز اصلا دوت عباره عن كبر ديبندنت انزيم. الميلانوسايت بتاعتي بتعمل ستيميوليتنج عندي لي الهرمونز بتاعت البيتيوتري، ستيميوليت عندي لي السنسز بتاعت الميلانين. يبقى تاني يبقى انا عندي الميلانوسايت بيحصل لها ستيميوليتنج بهرمون، الهرمون دوت بيعمل ستيميوليشن عندي لي السنسز بتاعت ايه الميلانين. خلاص. طيب يبقى انا دلوقتي عندي الفانكشن بتاعتي ثلاثه، فينايل انين وتايروزين. لما يجي يقول لك الفانكشن بتاعتها، ايوه ايوه فندم، اول واحده عندي الكاتيكولامينز نيل نور ابنفرين والابنفرين اللي انت حضرتك كلمتها فيها هناك على الفينايل مندليك اسيد، اللي انت قلت فيها نقطه مهمه جدا اللي هي ايه، اللي هي عندي ان هي بتخرج عندي في اليورين، فبالتالي عندي ديت ساين او انديكيشن عندي لل انديكيشن مهم جدا عندي ليه التيومر اللي اسمه ايه فيو كروموسايتوما، تمام. ديت اول واحده. تاني واحده عندي قلتيلي الثايرويد هرمونز، قلتيلي اللي هي عندي تي 3 وتي 4. التي 3 وتي 4 قلتيلي عندنا اللي هي عشان التايروزين هناك في الثايرويد جلاند بدا ياخد الايودين، ماشي زي الفل. تالت واحده عندي اللي هي الميلانين، قلتيلي هناك يا فندم اكدتيلي على نقطه مهمه جدا ان هي طبعا دي الصبغه اللي بتدي للجسم عندي اللون بتاعها، فبالتالي قلتيلي كمان نقطه مهمه، صحيح قلت لي نقطه مهمه جدا 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 في الميلانين، قلت لي ان هي عندنا الانزيم المسؤول عنها اللي هو تايروزينيز، قلت لي ان انا بس ميزه التايروزينيز ده ان هو ايه، قال لي ان هو عباره عن كبر ديبندنت انزيم، تمام. بس ده كده اول حاجه اتكلمنا عنها اللي هي فينايل انيلين والتايروزين. بيقول لك يا فندم ان اي مشكله في اي انزيم من دول هيعمل لي مشكله،
لو انا ماشي في سكه انا دلوقتي ايه حصل عندي، نجيب الصوره اللي جايه وبعد كده نرجع تاني للايه للسلايد دي. بيقول لي يا فندم ان انا عندي من فرين الانين لتيروزين، استخدمت عندي هرمون اسمه ايه، اسمه فينايل الانين هيدروكسيليز. والله يا فندم الفينايل الانين هيدروكسيليز مش موجود، هي طبعا مش هيكون لي عندي تيروزين، هيبدا عندي فينايل الانين يترسب عندي في العضلات والجو دوت. فبيقول لي ان هو بيعمل لي حاجه اسمها فينايل كيتونوريا. حلو. والله يا فندم بعدين ايه اللي حصل؟ بيقول لي خلاص لا احنا عندنا الفينايل الانين هيدروكسيليز وكملنا ووصلنا عندي للتيروزين. حلو. قال لي ان انا عندي بقى علشان اعمل الخطوه اللي بعدها عندي حاجه اسمها تيروزين امينو ترانسفيريز، هو اللي بيديني عندي المركب اللي بعده اللي هو عباره عن بارا هيدروكسي فينايل بايروفيت. حلو. والله يا فندم ان انا عندي الانزيم ده مش موجود، ايه اللي هيحصل؟ هيحصل هيعمل لي حاجه اسمها تيروزينيميا، تيروزينيميا بس تايب 2. تمام. حلو جدا. والله يا فندم الانزيم موجود وكملنا عادي والدنيا زي الفل. ايه اللي حصل بعدها؟ جي انزيم تاني باشا اسمه بي هيدروكسي فينايل بايروفيت هيدروكسيليز، اداني حاجه اسمها ايه؟ هوموجينستيك اسيد. تمام. اداني حاجه اسمها هوموجينستيك اسيد، طبعا بيساعد عندي النحاس والفيتامين سي. حلو. حلو جدا. كملنا ووصلنا عند هوموجينستيك اسيد. بيقول لي جه برضو انزيم تاني اسمه ايه؟ هوموجينتيسيت اوكسيديز. هوموجينتيسيت اوكسيديز هيعمل لي ايه؟ هيدخل على النقطه اللي بعدها. بيقول لي يا فندم والله هوموجينتيس ثانيه هوموجينتيسيت اوكسيديز مش موجود عندي. قال لي هعمل لي مرض اسمه ايه؟ الكابتونوريا. حلو. حلو والله. لا كملنا وانا طلع عندي الانزيم ده، وصلت حاجه اسمها ايه؟ فيومرال اسيتو اسيتات هيدروليز. قال لي ان انا ايه جيت عند دوت وما لقيتهوش عندي. طبعا دوت علشان خلاص كده اوصل للناتج النهائي اللي هو ايه؟ الفيومريت والاسيتو اسيتيت اللي احنا قلنا ان هو ايه من الاول خالص، قلنا ان هو الناتج النت ريزلت بتاعتي ان هو المركبين دول. حلو. والله يا فندم ايه مش موجود دوت، هيعمل لي حاجه اسمها برضو تايروزينيميا تايب 1. يبقى بالراحه كده واحده واحده. بيقول لي يا فندم ان انا لو حصل عندي اي مشكله، بمعنى هيعمل لي اربع امراض، ان انا عندي في اربع امراض بتنتج في خلال الميتابوليزم بتاعت الفينايل الانين والتيروزين لو حصل اي مشكله في اي انزيم بتاعي. اول حاجه اسمها فينايل كيتو نوريا. تمام. فينايل كيتو نوريا ده البدايه خالص، البدايه خالص اللي هو قلناها من الاول خالص ان انا حصل عندي ديفيشنسي في الفينايل الانين هيدروكسيليز. حلو. ده واحد. اتنين، والله يا فندم كملنا والدنيا زي الفل مفيش اي مشكله، وصلنا عندنا للتيروزين، احنا عندنا الهيدروكسيليز موجود وكل حاجه، عملنا كوننا عندي التيروزين، وانا جايه بحول من التيروزين للبارا هيدروكسي فينايل بايروفيت، والله يا فندم ما لقيتش عندي التيروزين امينو ترانسفريز، فادى الى ان هو يعمل لي حاجه اسمها تيروزينيميا تايب 2. يبقى تاني كده عمل لي تيروزينيميا تايب 2. هنعرف ان انا عندي استنى التيروزينيميا ديت عباره عن تايب 1 حل و تايب 2 و نيو نيتل. كل واحد طبعا ليه قلنا تايب 1 وتايب 2 ونيو نيتل؟ لو كلهم حاجه واحده فكنا قلنا تيروزينيميا وخلاص. ده معناها ان انا عندي يا فندم كل واحد من دول، كل ديفكت حصل هيحصل نتيجه لديفكتيف انزيم معين. يعني تايب 1 في الرسمه، نرجع كده للرسمه، بسم الله الرحمن الرحيم. ده تايب 1 دي شفناها في الاخر. قصدك اللي هي تيروزينيميا تايب 1 اللي هي فيومرال اسيتو اسيتات هيدروليز اللي هي الستيب الاخيره بتاعتي. يبقى انا عندي تيروزينيميا تايب 1. طبعا في طبعا احنا مش ماشيين بالترتيب، يعني ايه لو احنا قلنا بقى خلاص الفينايل كيتونوريا بعديها طبعا تيروزينيميا، لا تيروزينيميا تايب 1 لا، طيب تيروزينيميا تايب 1 اخر ستيب خالص للهرمون للانزيم بتاع فيومرال اسيتو اسيتات هيدروليز. تمام. نركز مع بعض كويس جدا. طيب تيروزينيميا تايب 2 قال لي ان انا حصل ديفيشنسي عندي في تيروزين امينو ترانسفيريز. ماشي خلاص يا فندم والله عدلنا وجينا من بعد كده كملنا من بعدها البارا هيدروكسي فينايل بايروفيت لحاجه اسمها هوموجينستيك اسيد. الهوموجينستيك اسيد علشان انتقل من الستيب دي للستيب اللي بعدها
لازم محتاجة الايه الهوموجينتيسات اوكسريز. والله مش عندي هيعملي حاجة اسمها الكابتونوريا. يبقى انا كده ايه نرجع كده نشوف كده الكابتونوريا اللي هي دي ماشي. يبقى انا اتكلمت على الفينال كيتونوريا اللي هو في الاول خالص. تايروزينيميا قلنا ان انا عندي تايب 1 وتايب 2. تايب 1 في الاخر وتايب 2 تاني ستيب اللي هو كان تاني ستيب اللي هي تايروزين امينو ترانسفيريز. تايب 1 عندي كانت مين؟ فيومرال اسيت واسيديت هيدروليز ماشي. طيب اما بقى حضرتك وقال لك قلت لي عندي الكابتونوريا. قلت ان انا عندي الكابتونوريا دي عباره عن ايه؟ قال لي يا فندم ان انا حصل عندي مشكله في الهوموجينستك اسيد اللي عندي دوت الانزيم بتاعي اللي بيحول الهوموجينستك اسيد اللي هو هوموجينتيسات اوكسيديز للمركب اللي بعديه مش موجود عندي فبيعمل لي حاجه اسمها الكابتونوريا. طبعا الامبورنس او الايرز دي كلها تاخدوها في السي بي مفصله تمام. طب ايه هو الالبيونيزم ده؟ ما شفناهوش يا فندم هناك في المخطط اللي احنا شفناه. الالبينيزم دوت اللي هو الناس اللي احنا بنشوفها شعرها ابيض وشها ابيض عينيها بيضه دوت نتيجه لايه؟ طبعا مشكله في صبغه الميلانين. يعني لو انا حصل عندي ديس اوردر في صبغه الميلانين هو اللي بيعمل لي الالبينيزم. اتمنى طبعا يكون المعلومه وصلت. دوت انا عملت لكم مخطط كده مجمع كل حاجه مع بعضيها. يعني انا عندي اول واحده فينايل كيتونوريا حصلت عندي فينايل كيتونوريا نتيجه للديفيشنسي في الانزيم بتاع الفينايل الانيلين هيدروكسيليز. وقلنا ان انا عندي حاجه اسمها تايروزينيميا اللي هو عباره عن 3 تايبس 1 تايب 1 وتايب 2 وحاجه اسمها نيو نيتال. نيو نيتال طبعا اكيد هتبقى ايه كونجنتال ماشي. تايب 1 حاجه اسمها ايه فيومرال اسيتو اسيتيت هيدروليز قلنا دوت اللي هي ايه اللاست ستيب. نركز كويس. اما تايب 2 هيبقى عندي حاجه اسمها ايه تايروزين ترانس امينيز اللي هي عندنا ايه اللي هي امينو ترانسفيريز اللي كانت في الاول ماشي. ترانس امينيز او ترانس او امينو ترانسفيريز هما الاثنين حاجه واحده عشان بس ما حدش يتلخبط. وعندي بعد كده ايه اللي هي نيونيتال عندي ديفيشنسي حصل في البيتا البي هيدروكسي فينايل بايروفيت هيدروكسيليز. كانت فين الستيب دي؟ الستيب دي كانت قبل ما يديني حاجه اسمها ايوه هوموجينستك اسيد. عظيم 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 يا شباب حلو. طيب نكمل. عندي حاجه اسمها الكابتونوريا. قال لي الكابتونوريا دوت حصل نتيجه لايه؟ نتيجه حاجه اسمها هوموجينتيسيل اوكسيديز ماشي. البيونيزم طبعا عندنا تايروزين امينيز. تايروزين امينيز انهي المسؤول عن الميلانين اللي هو قلنا كبر ديبندنت اللي هو مين؟ كبر ديبندنت. خلاص بسرعه نجيب الفينايل الانين وتايروزين في دماغنا كده بسرعه. اول حاجه اتكلمت اللي هي اسينشال ونون اسينشال. الفينايل الانين اسينشال اللي ايه اللي عندي تايروزين نون اسينشال. دخلت على الستيب اللي بعديها قلت اول ستيب فيرست ستيب عندي في الميتابوليزم بتاعت الفينايل الانين هو هيديني مين؟ هيديني عندي تايروزين عن طريق ايه انزيم اسمه ايه فينايل الانين هيدروكسيليز صح هيدروكسيليز حلو تمام. تاني حاجه اتكلمت عنها قلت ان انا لو حصل عندي ديفيشنسي في ده اللي هيحصل التايروزين بتاعي هيتحول من نون اسينشال لاسينشال. وبعد كده قلت لي في الاخر ان انا عندي الدور عباره عن ايه كيتوجينيك وجلايكوجينيك. جلايكوجينيك هيديني ايه فيومريت وكيتوجينيك هيديني اسيتو اسيتيل. دخلت على اللي بعدها وقلت لي الفانكشن بتاعتها ايه يا فندم؟ قلت لي ثلاث حاجات مهمين كاتيكولامينز تي 3 وتي 4 اخر واحده عندي الميلانين. قلت لي يا فندم حصل عندي ايبورنس حصل عندي ايرورز ايه المشاكل اللي حصلت عندي يا فندم؟ قال لي ان انا لو حصل مشكله عندي في الفينايل الانين هيدروكسيليز هيديني ايه الكابتون لا فينايل كيتونوريا. فينايل كيتونوريا تمام. تاني حاجه يا فندم حصل عندي مشكله في ايه؟ قال لي دي تيز عندي اسمه تايروزينيميا. قال لي تايب 1 حصل عندي مشكله في فيومرال اسيتو اسيتيت هيدروليز اللي في الاخر. تايب 2 في الاول تايروزينيز ترانس امينيز او الامينو ترانسفيريز تمام. تالت واحده نيونيتال اللي هي البي هيدروكسي فينايل بايروفيت هيدروليز ماشي. طيب والله يا فندم حصل عندي مشكله في انزيم اسمه هوموجينتيسات اوكسيديز هيديني حاجه اسمها الكابتونوريا. الالبيونيزم البيونيزم اللي هو ايه اللي هو قلناه الناس اللي هي بيضه جدا 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 دي حصل نتيجه ليه مشكله في تايروزينيز انزيم. انهي تايروزينيز انزيم لو سمحتي؟ انهي تايروزينيز انزيم اللي هو كبر ديبندنت انزيم.
كده احنا خلصنا اول حاجه. دخلنا في اللي بعدها، عندي حاجه اسمها التريبتوفان. قال لي اول حاجه يا فندم هتقولي اسينشال ونون اسينشال، هقول لك يا فندم ان هي اسينشال امينو اسيد. ثاني حاجه يا فندم هتقولي لي حاجه مهمه جدا، هتقولي جلوكوجينيك ولا كيتوجينيك، هقول لك يا فندم ان هي الاثنين جلوكوجينيك وكيتوجينيك. جلوكوجينيك هتديني حاجه اسمها الالينين، اما عندي كيتوجينيك هتديني حاجه اسمها اسيتو اسيتايل كو اي. حلو، يبقى اسينشال جلوكوجينيك وكيتوجينيك. طب ايه هي يا فندم الفانكشن بتاعتها، انا بستفيد من التريبتوفان ده في ايه؟ والله يا فندم اول حاجه انك انت بتديني حاجه اسمها نياسين. نياسين دوت يا فندم اللي هو طلع اساسا اللي هو بي 3 اللي هو فيتامين بي 3. طبعا هتاخدوا الفيتامينز في شابتر لوحده، في ووتر سوليبل وفي فات سوليبل والكلام ده كله هتاخدوا عنه بالتفصيل في الاخر، بس احنا هنقول ان هو عندنا نياسين اللي هو بي 3 ماشي. طيب بيقول لي ان هو ايه، ان هو بيمد عندي الجسم، التريبتوفان بيمد عندي الجسم بالنيكوتينيك اسيد او اللي هو النياسين. النيكوتينيك اسيد دوت اللي بستخدمه عندي في ايه، في حاجه اسمها الناد والناد بي. الناد والناد بي اللي هم حاملين الاكسجين اللي احنا عارفينها من الثانوي، الناد اتش والناد بي اتش. حلو، بيقول لي يا فندم لو انت خدت كل يوم 60 ميلي جرام من التريبتوفان هيديك 1 ميلي جرام من النيكوتينيك اسيد. حلو، حلو جدا، حصل عندي deficiency في النيكوتينيك اسيد نتيجه ان حصل عندي deficiency في التريبتوفان بتاعي، فده هيعمل لي ديزيز اسمه البلاجر. خلص الموضوع. يبقى نياسين هو عباره عن فيتامين بي 3 اللي هو النيكوتينيك اسيد. والله يا فندم اللي بيحصل بالظبط كالاتي، ان هو بيساعدني ان انا بستخدمه عشان اصنع عندي الناد والناد بي. لو خدت 60 ميلي جرام هيديني 1 ميلي جرام. تمام، حصل عندي مشكله ديفيشنسي يا فندم في الدايت بتاعي، تريبتوفان ديفيشنت دايت، هيحصل ايه؟ هيحصل عندي حاجه اسمها ديزيز اسمه البلاجرا. تاني حاجه عندي السيروتونين. السيروتونين اكيد سمعنا عنه قبل كده، السيروتونين موجود عندي في المخ ومش عارفه ايه، والسيروتونين والسيروتونين والسيروتونين. قال لي مين اللي بيعمل سيروتونين عندي؟ حاجه اسمها التريبتوفان اللي احنا لسه بنتكلم عنه. بيكونوا عندي فين يا فندم؟ بيكونوا عندي في النيرف سيلز، بيكونوا عندي في البليتلتس، بيكونوا عندي في خلايا اسمها ايه، ارجنتافين سيلز. تاني ارجنتافين سيلز اوف انتستين. يبقى انا عندي السيروتونين بيكون عندي في ثلاث اماكن. لما يجي يسالك سؤال السيروتونين بيكون فين، نيرف سيل، بليتس، ارجنتافين سيلز، في الانتستين بتاعتي. بيقول لي ان هو شغال وظيفتين، شغال عندي فازو كونستريكتور ماشي. حلو، ده واحد. اتنين قال لي كمان شغال عندي نيورو ترانسميتر، لانه اساسا انتوا هتعرفوها في بعد كده ان شاء الله في سنه ثالثه، ان هو السيروتونين ده شغال كنيورو ترانسميتر، وهتعرفوها في الامراض ايه اللي هي النفسيه وغيره. وبيقول لي ان هو عباره عن استيميلاتوري نيورو ترانسميتر، بيحفز يعني ايه الجهاز العصبي بتاعي. قال لي ان انا عندي سيروتونين از ان اكتيفيتد، وبيحصل له يعني بيحصل له ان اكتيفيتد يعني هو بيشتغل، بيحصل له ان اكتيفيتد عن طريق مين، وكتابوليزم عن طريق مين، حاجه اسمها مونو امين اوكسيديز. مونو امين اوكسيديز اللي هو عباره عن حاجه اسمها ماو، يبقى ماو هو عباره عن مونو امين اوكسيديز. تمام يا دكتور، تمام يا دكتوره، حتى الان كده احنا مع بعض ان شاء الله. بيديني ايه بقى يا فندم؟ بيديني لما يحصلوا ان اكتيفيتد وكاتابوليزم بيديني حاجه اسمها 5 هيدروكسي اندول اسيتيك اسيد. 5 هاي هيدروكسي اندول اسيتيك اسيد دوت بيخرج عندي في اليورين نورمالي من 2 ل 8. سمعنا اليورين ده فين قبل كده؟ سمعناه عندنا في الكاتكولامين، في النور ابنفرين والابنفرين. قلت لي ان هما الاثنين بيتحولوا لحاجه اسمها ايه، فينايل ماندليك اسيد. فينايل ماندليك اسيد بيخرج عندي في اليورين. معلش لازم نفكر ولازم نجمع المعلومات كده في ايه، في دماغنا. يبقى تاني حاجه اتكلمنا عنها برضو بتخرج عندي في اليورين، قال لي السيروتونين لما انا عندي بيحصل لها ان اكتيفيتد وكاتابوليزم عن طريق حاجه اسمها الماو انزيم اللي هو عندي المونو امين اوكسيديز لماده اسمها 5 هيدروكسي اندول اسيتيك اسيد. قال لي ان ديت الماده دي بتخرج عندي فين، في اليورين. نسبتها كام؟ من 2 ل 8 ملي جرام في اليوم، في حاله
حصل عندي تيومر في السل اللي بتطلع عندي السيروتونين، زي حاجه اسمها ارجنتا فينوما. يعني ايه؟ حصل عندي تيومر في الايه، السيلز دي اللي احنا لسه كنا بنتكلم عنها فوق، ماشي، كارسينويد تيومر. فيحصل ايه؟ هيحصل عندي افراز كتير جدا 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 للسيروتونين، وبالتالي هيحصل ايه؟ هيحصل عندي زياده في تكوين المركب اللي اسمه 5 هيدروكسي اندول اسيتيك اسيد، تمام، وبالتالي هيزيد عندي في الاكسكيوشن بتاعه في اليورين، وهيزيد عن النورمالي بتاعه اللي هو من 2 ل 8. يبقى اول نقطه اتكلمت عنها في التريبتوفان قال انه بيدين حاجه اسمها نياسين اللي هو بي 3. تاني حاجه اتكلمت عنها اللي هي السيروتونين، والسيروتونين نفسها نفس نقطه الفينايل الانين والتيروزين مع مين؟ مع الكاتيكولامينز اللي هي النور ابنفرين والابنفرين. ثالث نقطة عندي حاجة اسمها الميليتونين، مش الميلانين، ميليتونين. يبقى تريبتوفان بتديني نياسين، بتديني عندي سيروتونين وميليتونين، سيروتونين وميليتونين، واخدين بالكم من التي والتي؟ يبقى ميليتونين مع السيروتونين مع التريبتوفان. طيب بيقول لي عندي هنا الايه، الميليتونين بيتكون عندي فين؟ بيتكون عندي حاجه اسمها في البنايل بادي، فين؟ في البرين. يبقى فين عندي في جسم هنا كده في البرين؟ طبعا هتاخدوها في الاناتومي في المديول السي ان اس. بيكون ايه؟ بيكون هناك، وبيتم سكريت، بيحصل له سكريشن، بيخرج يعني في البلط في الدم والسي اس اف اللي هو عندنا برضو السائل الايه اللي في المخ عندي، ماشي. فبيقولي ان هو الميليتونين سينسز الانتاج بتاعه والسكريشن بتاعه والافراز بتاعه بيزيد عندي في الدارك بيريود اوف ذا داي، في الضلمه بالليل، تمام. وبيقولي ان هو بيفضل في اللو ليفل الصبح في النور في اللايت اورز. يبقى انا عندي عايز يوصل لك معلومه مهمه جدا، كلنا هنعرف بعد كده ان انا عندي في مواد في الجسم بتاعتي بتتاثر عندي بالليل وبالنهار، يعني لو انا عملت لها قياس الصبح هتبقى مختلفه عن قياس بالليل. منهم الميليتونين، بيقول لي يا فندم ان هي بتزيد senses و secretion بالليل واحنا نايمين، حلو، اللي هو ايه، في dark hours، مش واحنا نايمين يعني ان احنا نايمين، لا، بالليل اللي هو dark hours. وبيقول لي ان هو بيفضل ثابت عند low levels عندنا في ايه، اوقات الصبح او في light hours، ماشي. diurnal variation ان هو بيكلم ان هو بيختلف باختلاف ايه اليوم، يعني في اوقات اليوم. is brought about by norepinephrine that stimulate benign cells to senses melatonin by increase in intracellular cycle AMP which increase activity of N-acetyltransferase enzyme. It acts as a neurotransmitter and it blocks MSH والACTH secretion. يعني ايه الكلام اللي انت بتقوليه ده؟ بيقول لي ان السبب في تغير اللي هو ان حدوث حاجه اسمها diurnal variation، يعني اختلاف بين الصبح وبالليل في افراز الميليتونين عندي، هو يا فندم النور ابنفرين اللي بيعمل لي stimulation للبنايل سيلز بتاعتي ان هي تكون لي عندي ميليتونين، عن طريق ان هو بتزود لي حاجه اسمها cycle CMB اللي هي cycle AMP اللي بتسمح بدخوله ده، which increase activity اللي بتزود برضو activity المين بتاعت ال N-acetyltransferase enzyme. يبقى ال N-acetyltransferase enzyme هو بيشتغل كنيوروترانسميتر، وكمان بيعمل بلوك لل MSH وال ACTH secretion، تمام. نتكلم بقى كلمتين كده عن حاجة اسمها ال MSH وال ACTH secretion. بيقول ان هو شغال كنيورو ترانسميتر، ده الميليتونين، خلصنا. ال MSH وبيقول ان هو بيعمل بلوكس، يعني انهبيشن للسيكريشن بتاع حاجتين، MSH وال ACTH. ال MSH ميلانوسايت استيميوليتنج هرمون، والACTH بتاع الهرمون المنشط لقشرة الغدة الكظرية، حلو؟ تمام كده؟ يبقى أنا الميليتونين بيتكون عندي في البنايل بادي، موجود عندي في البرين، بيتم إفرازه فين؟ حتتين، بلد وCSF،
قال لي ان هما الاثنين، قال لي النسيكيشن والسنسز بتاعهم الاثنين متاثرين عندي بالايه، بالاوقات. والله يا فندم بالليل الدنيا نايمه وكل حاجه رايقه وبتاع، بيبدا ايه يشتغل حلو قوي. الصبح لا الدنيا مشغوله والدنيا زحمه، لا ابدا بقى ايه اهدى، انا بقى ايه واهدى خالص. تمام. وبيقول لي ان الدايورنال فاريشن اللي حصل دوت سببه مين؟ سببه عندي النور ابنفرين اللي بيعمل استيميوليت عندي بنايل سيلز ان هي تكون بليتونين، عن طريق ان هي بتزود عندي جوه في السيل بتاعتي سايكل اي ام بي اللي بيعمل انكريز للاكتيفيتي بتاعت الان اسيتايل ترانسفيريز اي انزيم. وقال لي ان هو شغال كنيورو ترانسميتر وشغال يا فندم كبلوك ليه حاجتين ام اس اتش، ام اس اتش ميلانو سايت استيميوليتنج هرمون، اي سي تي اتش ده هرمون النشاط لقشره الغده الكظريه. تالت حاجة عندي حاجة اسمها بيقول لي بيتحول عندي حاجة اسمها الاندول والسكاتول. الاندول والسكاتول بيقول لي ان انا عندي في اللارج انتستن في بكتيريا، بكتيريا الفلورا اللي هي النافعة بتاعتي، بيقول لي ان هي بتحول عندي تريبتوفين لاندول وسكاتول، مادتين اسمها اندول وسكاتول. قال لي ان الاندول والسكاتول وقلنا في اللارج انتستن يبقى تخرج عندي في الاستول، هتخرج مع الاستول ليه؟ عشان تديني الباد اودر بتاعها، الريحه الوحشه. تمام ماشي. بيقول لي امتى بيحصل للاندول والسكاتول انكي يعني ابسوربشن، يبدا يحصل لها امتصاص؟ قال لي لو كانت كتير جدا. طب وهي ايه اللي يخليها كتير جدا؟ يعني هي انت دلوقتي الفيسز نازله وهي نازله مع الاستول، ادت الباد اودر ونزلت معاها عن طريق الاستول، خلص الموضوع ملناش دعوه. يعني مفيش يورين زي الكاتيكولامينز ولا الايه ولا يورين زي السيريتونين، ماشي؟ مالك انت بقى ومال الحوارات دي بقى؟ امتى بقى يحصل لها ابزوربشن بقى والكلام ده كله؟ قال لي ان هو حصل عندي اوبستراكشن الامعاء، والله عندي تسدد يا فانتم، فلما تسددت الامعاء ايه اللي حصل؟ حصل عندي ايه زياده عندي للمادتين دول، فقامت ايه الجسم بقى قال لا لازم نشوف لنا حل وكده، ايه نبدا نمتصهم ايه علشان ايه نظبط الدنيا. كرونيك كونستيبيشن، حد عنده ايه امساك ايه بشكل متكرر. اخر حاجه عندي حاجه اسمها ايه هارت نب ديزيزز. هارت نب ديزيزز ديت هنتكلم عنها باستفاضه كمان شويه. تمام. طيب افتر absorption للديتوكسيفايد، قال لك ايه؟ قال سوري افتر الابزوربشن، بعد ما بعمل لها ابزوربشن للاندول والسكاتول بيحصل لها ايه؟ ديتوكسيفيكيشن، لان دول مادتين سامين اكيد، يعني حاجه خارجه مع الاستول هتبقى ماده ايه حلوه؟ لا هيحصل لها ديتوكسيفيكيشن عندي في مين؟ اكيد عارفين كلنا عندنا في الليفر. ولما بيحصل لها ديتوكسيفيكيشن هيديني حاجه اسمها ايه؟ هيديني حاجه اسمها اندوكسي سلفيت، اندوكسايل سلفيت وسكاتوكسيل سلفيت، اللي هم يخرجوا فين؟ في اليورين. سمعت اليورين ثلاث مرات، كاتيكولامين في الفينايل ألنين وتايروزين، تاني مرة في السيريتونين في التريبتوفين، ثالث مرة في التريبتوفين برضو في الايه اندوكسيل سلفيت، اندوكسيل سلفيت وسكاتوكسيل سلفيت. ده معناها ان لو لقيت الاندوكسيل سلفيت والسكاتوكسيل سلفيت ان هو هيديني انديكيشن ان انا عندي مشكله، سواء كان عندي اوبستراكشن او كرونيك كونستيبيشن او عندي حاجه اسمها هارت نوبس ديزيز. يبقى فانكشن بتاعت التريبتوفين بتاعتي اول حاجه ايه هي؟ النياسين بي 3 سيريتونين والميلاتونين وحاجه اسمها ايه الاندول والسكاتول. اندول وسكاتول نورمال هيخرج في الاستول، والله اب نورمال يبقى هيخرج عندي في اليورين. خلص الكلام على كده؟ في حاجه تانية؟ لا ما فيش حاجه تانية، ده كده عندي. يبقى انا تريبتوفان قلت ان هو استنشال جلوكوجينيك وكيتوجينيك. جلوكوجينيك عشان هيديني حاجه اسمها ايه الانين، كيتوجينيك عشان الكيتوجينيك عشان هيديني ايه اسيتوستال كوي. بس في حاجه تانية؟ مفيش حاجه تانية. كده احنا خلصنا اتنين، ماشي. هنكمل بس اخر جزئيه. بيقول لي ان انا عندي حاجه اسمها ميتابوليك ايرورز للتريبتوفان ميتابوليزم، هارت نوب ديزيز اللي احنا لسه قايلينها. بيقول لي حصل عندي ديفكت في الانتستينال ابزوربشن او الرينال تيو اند رينال تيوبولار ري ابزوربشن للتريبتوفان، حصل مشكله، حصل ديفكت في الابزوربشن بتاعهم فما عرفتش اعمل ابزوربشن للتريبتوفان. بيقول لي ان الديزيز دوت This disease is characterized by بالأكرة زي الايه like the skin rash
وكمان عندي سيبتومز اللي نيكوتينيك اسيد ديفيشنسي. يبقى انا هارت لام ديزيز هو عباره عن ايه؟ عباره عن سيندروم كده حاجه مجمعه بيقول ان حصل ديفيكشن عندي ديفكت في الانتستينال ابزوربشن، مش عارف اعمل ابزوربشن عن طريق الانتستينال ابزوربشن ولا الرينا تيوبيرا ري ابزوربشن دوت عندي في الكيدني للتريبتوفان، ماده التريبتوفان نفسها ماشي، مش الاندول والاسكيتول، عشان بس نبقى مركزين ان الاندول والاسكيتول حلو يا فندم. قلنا ان هو بيديني ايه؟ بيديني عندي ان هو بيحصل لها ابزوربشن، بيحصل لها ديتوكسيفيكيشن والكلام ده كله، لكن هو بيتكلم على ماده التريبتوفان. الديسيز دوت كاركترايزد باي باللجره زيها باللجره وايه اللي هو لايك سكين ريش، باللجره دي عباره عن سكين ريش كده احمرار في الجلد كده جامد جدا، وكمان اللي هو عباره عن سيبتوم ايه للنيكوتينيك اسيد ديفيشنسي اللي هي النيازين كانت في اول ايه اول جزئيه عندي. تاني حاجه بيقول لي ان انا حصل ايه كمان، بيقول لي ان انا ممكن كمان فيتامين بي 6 ديفيشنسي دوت هيسبب لي زياده عندي في حاجه اسمها الاكسنسيورينيك اسيد دوت في اليورين نتيجه لي عندي انزيم في الـ يعني عمليه التحول زي الفينايل الالانين والتيروزين كده، عندي في انزيم بستخدمه اسمه ايه كايرونيرينيز انزيم، حصل فيه مشكله هيبدا يعمل لي ايه فيتامين بي 6 ديفيشنسي. تمام، المهم ان الدكتور ما اكدتش على دي، اكدت على الهارت نوب ديزيز ماشي. طيب ندخل على اللي بعدها كده، اتكلمت على فينايل الانيلين تيروزين تريبتوفان. الهيستيدين، الهيستيدين يا فندم بيقول لي ان هو عباره عن سيمي اسينشال يا فندم، يعني احنا قلنا يا اسينشال يا اما ايه يا اما نون اسينشال. ايه بقى سيمي اسينشال بقى؟ هنلعب؟ لا مش هنلعب. بيقول لي ان في بدايه الحياه خالص والبيبي عندنا صغنون بيبقى اسينشال محتاج يتاخد عندي في الدايت. البيبي بتاعي كبر هيبقى ايه؟ هيتحول عندي لنون اسينشال، خلص الموضوع. يبقى سيمي اسينشال علشان هو في الاول اسينشال وبعد كده لما بيكبر بيبقى نون اسينشال. عايزه اكد على النقطه دي ان الدكتوره قالت ان احنا هنعتبرها نون اسينشال في ايه؟ في ان هو علشان ايه لما هو يبقى ادلت، نركز بس ان ايه لما يبقى ادلت ماشي. طب يا قلتي لي خلاص، قلتي لي الاسينشال ونون اسينشال، جلوكوجينيك ولا كيتوجينيك؟ قال لي ان هي جلوكوجينيك. ليه؟ قال لي ان انا اساسا عندي الجلوتاميك اسيد which is the main metabolic pathway، يعني هو بيديني عندي جلوتاميك اسيد ده مهمه جدا. بيقول الفانكشن بتاعتها اول حاجه ان هو بيتحول عندي جلوتاميت، لسه قايله لي جلوكوجينيك وجلوتاميك اسيد مش عارفه ايه، يبقى كده هيتحول عندي جلوتاميت ماشي. طيب اتنين بيقول لي ان هو هيتحول عندي لهستامين. هستامين ايه الهستامين ده؟ قال لي ان الهستامين ده عباره عن فازودايليتور. الهستامين دوت قال لي لما بيحصل عندي حساسيه او حاجه مشكله في عندي بيحصل عندي فازودايليتور عشان الدم يروح بسرعه للمكان عشان يبدا يهاجم والكلام ده كله. يبقى هو بيقول لي ايه؟ الهستادين هيديني هستامين عن طريق ان يحصل عندي دي كاربوكسيليشن، يعني انا هشيل منها مجموعه كاربوكسيل وهيديني عندي الهستامين واللي هو عباره عن فازودايليتور. الهستادين هيكون لي حاجه اسمها كارنوزين واسيرين انسرين كارنوزين وانسرين. الهستادين بيكون لي عندي كارنوزين عن طريق ان هو بيلاقي عندي البيتا الينين، يقوم ايه مانججين بعض هستادين بيتا الينين مع بعض يقوم يديني كارنوزين، خلص الموضوع. لما يحصل بقى ايه بعد ما بكون عندي كارنوزين؟ بيحصل لها ميثايليشن. قال لك ميثايليشن هيديني ايه؟ هيديني حاجه اسمها الانسولين. تمام، الاثنين بيشتغلوا عندي كحاجه اسمها بافرز ان انيروبيكالي كونتراكتنج ماسلز and increase the myosin ATPase activity. يعني هو بيقول لي ان هي بتستخدم عندي كبافرز. ايه هي البافرز؟ سمعاك اللي بتقول من مديول الريسبيراتوري ان البافرز دوت اللي بيعمل عندي مقاومة عندي للبي اتش ان هي ما تتحولش عندي لأسدك تمام او الكالين. بس هنا طبعا علشان هنا تنفس لا هوائي حصل عندي كونتراكشن للمصل وعندي نقص في الاكسجين وانا محتاجه من ده بالطاقه، فبيقول لي ان هو ايه؟ ان هو بيشتغل كبفر وبيزود عندي المايوسين اي تي بيز اكتيفيتي علشان الكونتراكتنج ماسلز بتاعتي.
اخر نقطه عندي كانت حاجه اسمها ارجوثايونين. ايه الارجوثايونين؟ قال ان الارجوثايونين ديت موجوده عندي في ثلاث اماكن، موجوده عندي في الليفر، موجوده عندي في الريد سيلز، موجوده عندي في السيمن. تمام. ات از ان انتي اوكسيدنت، ماده مؤكسده. تمام. اللي هي بتشيل فري راديكلز والكلام ده كله. ديو تو اتثايل جروب، الاس اتش جروب بتاعتها. يبقى انا عندي لما يجي يقول لي الهيستيدين، قال لي الهيستيدين هو عباره عن، قال لي ان هو بيديني ايه؟ بيديني جلوتاميت، بيديني عندي هيستامين عن طريق حدوث ديكربوكسيليشن، والهيستامين عندي عباره عن فازودايليتور. هيستيدين بيكوني حاجه اسمها كارنوزين عن طريق ان انا هيستيدين لا بيتا الينين انجشوا ومشوا قبله انزيم عمل لي ميثايليشن، اداني مين؟ اداني حاجه اسمها ان 3. قال لي ان هو بيشتغل كبفر في انيروبيكالي كونتراكتنج، قال لي المادتين دول عباره عن بفر في انيروبيكالي كونتراكتنج ماسلز وي انكريز المايوسين اتش بيز اكتيفيتي. ارجوثايونين، قال لي الارجوثايونين موجوده في ثلاث حاجات مهمه جدا، ليفر وريد سيلز والسيمن، شغاله كانتي اوكسيدنت اللي هي بتشيل فري راديكلز والكلام ده كله من المركبات. نتيجه لايه؟ ان هي فيها مجموعه اسمها ثايل جروب، الاس اتش جروب كده. ده مين؟ الهيستادين. اتكلمنا في الهيستادين وقلنا ايه في الهيستادين؟ قلت ان انا عندي في الهيستادين اول حاجه ان هو سيمي اسينشال، في الاول اسينشال كبر بقى نون اسينشال اسم الله عليه. هو عبارة عن جلوكوجينيك عشان بيديني عندي ايه المين باسوي بتاعه اصلا هو مين؟ هو الجلوتاميك اسيد. دخلت قلت اربع حاجات بيدهني الفانكشن بتاعتها، اربع حاجات مهمين، جلوتاميت، هيستامين، كارنوزين، وانسرين، ارجو ثايونول. قال لي الايرورز اللي حصل هتحصل عندي حاجة اسمها هيستادينيميا. يعني ايه هيستادينيميا؟ قال لي ان انا هيحصل عندي هيستادينيميا نتيجه ليه حصل في انزيم عندي اسمه ايه؟ هيستادينيز انزيم، فبيعمل لي ايه؟ حاجه اسمها هيستادينيميا. طبعا الايرورز دي كلها تاخدوها في السي بي بشكل مفصل جدا، بس هنحفظ بس كده مع بعض هيستادينيميا هيستادينيز انزيم. حاجه اسمها يورو كانيك اسيدوريا نتيجه لليورو كاينيز انزيم. يبقى يورو كانيك، خلاص يورو كانيز انزيم. بعديها اللي هي الفوليك اسيد ديفيشنسي، قال لي ان هيحصل عندي برضو زياده عندي في الاماونت بتاعه الفورميو نو جلوتاميك اسيد، حاجه اسمها فيجلو، which is excreted in urine and used as a diagnostic test for folic acid deficiency after giving big dose of histidine. نركز في النقطة دي جدا. بيقول لي ان زيادة الاماونت بتاعت مادة عندي اسمها الفورميو، ثانية هشوف لكم بس الرسمة موجودة ولا لا، الرسمة مش موجودة للأسف. طيب المهم يعني ان هو بيقول لي ايه؟ بيقول لي ان انا عندي حاجه اسمها اماونت، حاجه اسمها ايه؟ فورمامينو جلوتاميك اسيد، حاجه اسمها فيجلو، ده برضو عندي في الباس واي بتاعي بتاع الهيستادين. الماده دي بتخرج عندي في اليورين، زياده خروجها في اليورين بستخدمها كدياجنوستيك تيست عندي لحدوث فوليك اسيد ديفيشنسي بعد ما بدي big dose من الهيستادين. يبقى واحد عندي هيستادينيميا يبقى هيستادينيز انزيم، يورو كانيك اسيدوريا يبقى نتيجه لليورو كاينيز انزيم، فوليك اسيد ديفيشنسي هعرف منين ان الشخص اللي قدامي ده عنده فوليك اسيد ديفيشنسي؟ عندي حاجه اسمها فورمينو جلوتاميك اسيد، فجلو بتخرج عندي في اليورين بكميات كبيره، ده نتيجه لايه؟ بعد ما اديله بيج دوز من الهيستادين. اخر حاجتين طبعا البرولين، وعندي كمان الهيدروكسي برولين. اول حاجه هنقول ان هو عباره عن ايه؟ اسينشال ونون اسينشال. برولين قال لي يا فندم ان هو نون اسينشال وجلوكوجينيك. قال لي نون اسينشال علشان بيجي عندي من الجلوتاميت،
وقال لي ان هو جلوكوجينيك، قال لي ان برضو الفيد بتاعه ان هو هيديني برضو جلوتامين. يبقى انا عندي البرولين نون استنشال علشان جاي من جلوتامين، والله هو جلوكوجينيك علشان هيديني جلوتامين. خلص الكلام على كده. ايه هي فانكشن والامبورتنت ديريفاتيفز بتاعتها؟ قال لي ان هو بيدخل عندي طبعا برولين، يبقى اكيد هيدخل عندي في البروتين. قال لي مين بالظبط؟ قال لي الكولاجين از ريتش ان برولين اند هيدروكسي برولين. يبقى انا امتى اقول ان الكولاجين بتاعي ده زي الفل؟ يبقى هو مليان برولين وهيدروكسي برولين. هل some of برولين in collagen is converted to hydroxyprolein عن طريق انزيم اسمه برولين هيدروكسيز انزيم. بس خلص الكلام على كده. نون اسينشال عشان جاي من الجلوتامات، جلوكوجينيك عشان هيديني جلوتامات، بيدخل عندي في تركيب برولين بروتين، الكولاجين فيه برولين وهيدروكسيبرولين، البرولين بيديني هيدروكسيبرولين عن طريق حاجه اسمها برولين هيدروكسيليز. اخر حاجه اللي هي مين؟ يبقى احنا كده اتكلمنا على الفينال الالين وتيروزين، اتكلمنا على التريبتوفان، اتكلمنا على الهيستادين، ودلوقتي بنتكلم على البرولين والهيدروكسيبرولين مع بعض. اخر حاجه اللي هي هيدروكسيبرولين، قال لي برده ان هي نون استنشال. ليه يا فندم؟ انت لسه قايل لي ان هي جايه من اساسا جايه من البرولين، مش هنشغل دماغنا بقى. يبقى ايه نون استنشال؟ عشان جايه عندي من البرولين. طب هي جلوكوجينيك ليه؟ عشان بتديني الفيت بتاعها عندي ايه؟ الفيت بتاعها عندي بايروفيت وجلايكوزاليت، بيديني كمان جلايكوزاليت. تمام، بايروفيت وجلايكوزاليت. حتى الان في مشكله؟ مفيش مشكله. ايه هي برضو؟ قال لي برضو ان هي عندنا الفانكشن بتاعتها اكيد زيها زي ما احنا لسه كنا بنتكلم في البروتين، اصلا ان هي عندي بتدخل عندي في البروتينز، عندي مهمه جدا، موجوده عندي فين؟ مهمه جدا 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 في الاستابلايزنج بتاع الاستراكشر بتاع الكولاجين فايبرز بتاعتي اللي موجوده عندي في الايه، في الكونكتيف تيشو. بس بمساعده الفيتامين سي، لو انا ما عنديش فيتامين سي الكولاجين بتاعي هيبقى عندي ويك كولاجين. تمام، علشان ايه؟ علشان اساسا فيتامين سي هو اللي بيساعدني في الفورميشن بتاعه الهيدروكسيبرولين ايه بتاعي. يبقى هيدروكسيبرولين، برولين هيبقى عندي نون اسينشال جاي من الجلوتامين، جلوكوجينيك علشان بيديني جلوتامين، مهم جدا عندي في تكوين البروتينات، بيقول لي ان هو موجود عندي في الكولاجين برولين وهيدروكسيبرولين. قال لي ان بعض البرولين اصلا اللي موجود بيتحول عندي لهيدروكسيبرولين عن طريق حاجه اسمها ايه؟ عن طريق حاجه اسمها برولين هيدروكسيليز انزيم. البرولين هيدروكسيليز انزيم بيبقى محتاج مساعده. مين هي المساعده اللي عايزها؟ الفيتامين سي. فبالتالي لو حصل عندي ديفيشنسي في الفيتامين سي هيحصل عندي ايه؟ الويك كولاجين، عشان الهيدروكسيبرولين مش هيتكون. كده احنا خلصنا تقريبا المحاضره بتاعتنا، اتمنى يعني تبقى المعلومات واصله. دلوقتي هنسال شويه اسئله عشان نشوف احنا كنا مركزين مع بعض ولا لا. اول سؤال بيقول لي increased benign، ايه ده؟ للاسف كاتبين السبيلنج غلط، ثانيه. benign mandelic acid تمام في اليورين is indicator to، انت قلتي لي الفينايل مانديليك اسيد، نرجع بس كده بالذاكره ان هو ليه علاقه بالابنفرين والنور ابنفرين، صح؟ اه تمام. يعني انت كده قصدك انك انت بتتكلمي في الكاتيكولامينز، بتتكلمي بقى اكيد ان حصل ايه؟ ايوه حصل تيومر. اسمه ايه التيومر ده؟ اسمه فيوكروموسايتوما. نكتب كده مع بعض، فيو كرومو ساي توما. هل ده اول سؤال؟ تاني سؤال بيقول لي زياده الاندوكسايل سلفيت وسكيتوكسايل سلفيت ات يورين از اندكيتور تو، اندوكسايل سلفيت وسكيتوكسايل سلفيت، انت قصدك اللي هي الاندول والسكيتول اللي كانوا بيخرجوا عندي في الاستول، انت قصدك على التريبتوفان. ودي حصل عندي مشكلة، فقلت لي ان هو معناها انه خرج عندي في اليورين بالمنظر ده بعد ما حصله ديتوكسيفيكيشن في الليفر، يبقى ده معناها حصل عندي ايه؟ ان انا عندي واحد obstruction، اتنين chronic constipation، تلاتة heart knob disease. زي الفل.
اخر حاجه بيقول لي increased amount of فروميمو فرومينو جلوساميك اسيد اللي هو الفيجلو which is excreted in urine. بستخدمه كدياجنوستيك تيست لمين؟ ديت حضرتك كنت بتتكلمي في الهيستيدين. انت قصدك قصدك على الفوليك اسيد ديفيشنسي. كده اول 3 اسئله. طيب الفينايل انيلين وتيروزين اسينشال ولا نون اسينشال؟ ده قلتي لي فينايل انيلين اسينشال. ايوه تيروزين لا نون بقى علشان انا هجيبه استم من الفينايل انيلين. قلتي لي جلوكوجينيك ولا كيتوجينيك؟ هقول لك الاثنين. ماشي التريبتوفان انت قلتي لي التريبتوفان دوت اسينشال ولا نون اسينشال؟ لا قلتي لي تقريبا ان التريبتوفان نون اسينشال يبقى هنا نون اسينشال. طيب هل هو جلوكوجينيك ولا كيتوجينيك؟ هقول لك الاثنين. انت قلتي لي الهيستيدين دوت اسينشال ولا نون اسينشال؟ قلتي لي انه في الاول قلتي لي ان هو سيمي. ليه؟ علشان في الاول اسينشال وبعد كده بيتحول عندي للنون اسينشال. هيستيدين عندي جلوكوجينيك. طيب برولين وهيدروكسي برولين قال لي الاثنين نون. ماشي عشان جايين منين؟ من جلوتاميت. قلت لي جلوتاميت يبقى انت اكيد عندي جلوكوجينيك. كده احنا خلصنا المحاضره بتاعتنا. اتمنى تبقى محاضره ظريفه خفيفه وابقى اكون خفيفه عليكم وتبقوا فهمتوا. هرجع تاني افكركم في لينك تحت في الديسكريبشن علشان الفيدباك علشان كمان لو حد حابب يسال سؤال واكيد هنرد عليكم باذن الله. في تحت برضو عندكم الكومنتس بتاعت اليوتيوب تقدروا برضو تسالونا فيها. كومنتس بتاعت الفيسبوك تقدروا تسألونا فيها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.